بعد وصول مصنع رونو طنجة لإنتاج أزيد من 2.2 مليون سيارة، أعطت شركة رونو انطلاقة استخدام السلسلة العالية السرعة لإنتاج أجزاء السيارات كخط جديد ذو دقة تكنولوجية متقدمة، هي الأولى من نوعها في إفريقيا. وتتميز هذه السلسلة الجديدة بتمكنها من إنتاج أزيد من 2000 قطعة في اليوم بسرعة 18 ضربة في الدقيقة، بأداء يفوق سلسلة الإنتاج المعتادة بثلاثة أضعاف. واحد مصنع في صادرة مصانع مجموعة رونو، واليوم كنشوفوا فيه أيضا بافتخار الابتكار الوطني والقيادة الوطنية على كل المستويات، وهذه هذا افتخار لبلادنا، وكنتمناو لهذا المصنع التوفيق ان شاء الله. وبسبب ادائها الاستثنائي وتوافق استخدامها مع مادتي الفولاذ والالومنيوم، تتيح هذه السلسله الجديده تصنيع اجزاء مثل ابواب السيارات وقطع مهمه من هيكلها الخارجي، سيتم استغلالها في زياده انتاج مصانع رونو بطنجه والدار البيضاء ومصانع اخرى تابعه للمجموعه عبر العالم. درنا تدشين ديال واحد لانفيستيسمون اللي درنا في ديبارتمون دو موتيساج، واحد لا غون بريس اكس ال اي سبيد اللي غادي تمكن لينا باش نصايبوا 21000 بياس ديال الطونغي في الموتيساج. بالنسبه للمصنع ديالنا ديال طنجه وبالنسبه للمصنع ديال سوماكا في الدار البيضاء ديال رونو، وهذا الاستثمار مهم لانه تيدخل في اطار ليكو سيستيم اللي كنا وقعناه مع الحكومه المغربيه. ويندرج استخدام هذه السلسلة عالية السرعة لإنتاج أجزاء السيارات في إطار تطوير منظومة رونو الصناعية وتعزيز التكامل المحلي لصناعة السيارات، وكذا المساهمة في التقدم التكنولوجي لقاعدة إنتاج مجموعة رونو بالمغرب.